انك ترتكب خطأين ثلاث اخطاء في ظرف خمس دقائق هكذا مع الحكام مع نفس اللاعب من دون ان تنذر المتسبب في الخطأ امر غير طبيعي، هو امر يحتج عليه المدرب علي لوزيتش مع المدرب المساعد على خط التماس. ارتياح، تصفوت الذي تشاهدونه كان اخر من سجل هنا في البنين لما تعادل المنتخب الجزائري عام 1997 بهدف مقابل هدف. انذاك علي فرجاني تنقل الى كوتونو بتشكيله محليه. المنتخب البنيني لم يسبق له ان فاز في تاريخ كل المواجهات التي جمعته امام المنتخب الجزائري. إلى سيسينيو، سيسينيو يلعب مع فوسوني لازادي في ظروف صعبة، جمال بصباح في التغطية بقوة ومن دون خطأ، دون خطأ من جمال الدين مصباح، الاسترجاع من قبل إسلام سليماني ثم طيدار ومخالفة صالح المنتخب البنيني واللاعب رقم خمسة أديوتي جوردان. نفذ بسرعة لكن تسترجع بكيفية ممتازة، سفيان فيغولي يحتفظ بالكرة لكنها تضيع في نهاية المطاف. كرة هذه الحسنية التي ضاعت. كان من اسلام سليماني على دوسو جوديل والتغطية، وفي التغطية كان الاحسن مهدي طويلة دائما تحية نفس اللاعب يلعب وحده الان امام اربع مدافعين اسلام سليماني. آخر هذه المرة على سفير طيدير، الخشونة أصبحت كبيرة من أجاموسي أنسي الذي يعاني في رواق سفيان فيغولي. كوكوجيمو في إخراج هذه الكرة، تصل إلى جمال مصباح مع هلال سوداني، الدفع واضح ومخالفة للمنتخب الجزائري من دون بطاقة صفراء. أخيرا أخيرا الحكم الكاميروني يخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب دوسو جوديل بعد سلسلة من الأخطاء والتدخلات الخشنة على إسلام سليماني وكذلك سفيان فيغولي. والآن هلال سوداني، التوتر واضح على عناصر المنتخب البنيني، طبعا الوقت ليس في صالحهم والمنتخب الجزائري واقف كما ينبغي فوق أرضية الميدان يلعب بذكاء ويتحكم في زمام الامور في انتظار اي هفوة او اي خطأ اخر في محور دفاع المنتخب البنيني. هلال سوداني بثمانية أهداف إلى حد الآن بألوان المنتخب الجزائري، الحظ لم يحالفه اليوم، ضيع ثلاث أهداف كانت أكيدة في وقت يأتي فيه أول تغيير من جانب المنتخب الجزائري. التغيير الأول بخروج طبعا هلال سوداني ودخول غلام فوزي، نفس الطريقة التي لعب فيها ربما في ملعب تشاكير بالبوليدة، انه يلعب بالغلام وكذلك مصباح للرواق الايسر، سنكتشف ذلك في قادم الدقائق. وسفيان اراد ارضية قوية ولكنها مرت جانبية. طبعا غلام عنده السرعة اللازمة، عنده المراوغة وعنده الخفة وعنده التوزيعات الدقيقة ايضا التي قد تفيد إسلام سليماني كرأس حربة.
خارج هذه الكرة ومن دون خطأ أيضا. عودة مجد مدرة إلى محور دفاع المنتخب الجزائري كانت في الوقت المناسب. وانسجام بينه وبين بالكلام صاحب اللقطة الأخيرة. جمال مصباح يسترجع الكرة، إسلام سليماني بالراس يستفيد أو المخاو تماس لصالح المنتخب البنيني. يرهقهم يتعبهم يعذبهم إسلام سليماني بثنائية وبحضور البدني القوي يجبر ثلاث مدافعين على البقاء في الخلف خوفا من الهدف الثالث الذي يقضي نهائيا على أحلامهم. ومخالفة أخرى، تعددت المخالفات لصالح المنتخب البنيني. حذاري من التوزيعات العالية وبالكلام صعبة في نهاية المطاف، في نهاية المطاف إخراج الكرة في الوقت المناسب من غلام الذي دخل وإسلام سليماني هنا عذرا على الأقل بطاقة صفراء ولمال الحمراء. اللاعب كان متوجها نحو المرمى سيدي الحكم، سيدي الحكم هنا البطاقة الحمراء لأن إسلام سليماني كان متوجها نحو المرمى. هنا هذه اللقطة لا تحتاج لا فلسفة ولا خيارات ولا روح القانون ولا شيء آخر، تحتاج فقط إلى بطاقة حمراء. عناصر المنتخب البنيني يريدون التأثير على الحكم، يريدون التأثير على الحكم. هل ستكون لديه الشجاعة يخرج البطاقة الصفراء بدر نانا والثانية يعني البطاقة الحمراء؟ فعلا البطاقة الحمراء، والمنتخب البنيني الآن سيلعب بعشر لاعبين. المنتخب الجزائري متفوق بهدفين مقابل هدف، متفوق عدديا، الظروف المناخية بصالحه، يعني اليوم لا عذر للمنتخب الجزائري في تحقيق الفوز، يعني كل شيء اليوم مواتي من أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث. سليماني يسجل ثنائية ويتسبب في طرد اللاعب بادر أونانا الذي يشكل واحد من أعمدة دفاع المنتخب البنيني. هاي الإعادة، أمور كانت واضحة، البطاقة الصفراء الثانية كان بإمكانه إشار حتى البطاقة الحمراء لأن اللاعب كان متوجه نحو المرمى مباشرة وكل المدافعين كانوا بعاد عن إسلام سليماني. المهم مخالفة لصالح البديل غلام الذي أنقذ المنتخب الجزائري منذ لحظات من كرة خطيرة. غلام ولكنها بعيدة فوق العارضة الأفقية. مباشرة إسلام سليماني، سليماني يدخل، سليماني يتوغل، يوزع ولكن الكرة فاجأت مادي الأحسن في نهاية سفيان فيغولي، فاجأت سفيان فيغولي الذي كان لم يكن يتوقع أن تمر هذه الكرة. قبل 20 دقيقة من نهاية هذه المباراة هدفين مقابل هدف لصالح المنتخب الجزائري المتفوق بالنتيجة وعدديا أيضا. جاني يقطع الكرة تعود إلى كوكو جيمو. الجمهور البنيني بدأ يتوتر وبدأ يحتج على لاعبيه ليزيد الضغط أكثر على زملاء. سهل لبلحي من دون مغامرة ومن دون مجازفة إلى التماس، وبحاجة إلى الثقة في النفس، بحاجة إلى مباراة تعيد له الثقة وتعيد له الثقة بعد فترة الفراغ التي مر بها. إسلام سليمان يحارب في كل مكان، نجم المباراة من دون منازع. ومخالفة يستفيد منها المنتخب الجزائري. خشونة كبيرة يا سيدي الحكم، خشونة كبيرة. لا زلنا بحاجة لطيدان في رواندا، لا زلنا بحاجة لكل اللاعبين في مباراة أخرى حاسمة. وتغيير يثير غضب واستياء كل الجماهير لخروج دول.
من الاحتجاجات فوق المدرجات. يترك باك لرزاك صعب هذه الكرة ولكنها تكون جانبية. احتجاج الجماهير البنينية على إقحام رزاق لأنه يلعب يتواجد من دون فريق منذ فترة، اللاعب السابق لنادي الزمالك المصري. تغيير آخر، الطاقم الفني البنيني يلعب كل أوراقه، الكل في الكل، لأن الوقت لم يعد في صالحه. بوكو رومولد يخرج في وقت تتوتر فيه الأعصاب فوق المدرجات البنينية. يترك مكانه لسوسا ديدي. قيدر يعاني الأمرين في هذه المباراة ولكنه ذكي. إعادة للتدخلات الخشنة. كرة أخرى جزائرية، تغطية دفاعية ممتازة أو كيفية ترويض الكرة من إسلام سليماني ممتازة لكنه معزول، صعب جدا أن بين مدافعين وأنت تلعب الدقيقة 72 بعد كل هذا المجهود البدني اللي بذله إسلام سليماني في الهجوم وفي الدفاع، مثله مثل بالكلام صخرة دفاع المنتخب الجزائري. هذا هو المدرب الذي يمر بأسعد فتراته والذي قد تكون اليوم مبارته الأخيرة مع المنتخب البنيني، مانويل أموس. أموس في وقت يبقى في إسلام سليماني الساقط فوق أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات بالنسبة لإسلام الذي عانى كثيرا من التدخلات الخشنة في هذه المباراة. بإمكان المدرب علي الوزيج شراحته، بإمكان الاحتفاظ به، لدينا حل غلاس أيضا بإمكانه أن يلعب كرأس حربة، ولو أنه غلاس غير متعود على أجواء الملاعب الإفريقية فيها جمهور أيضا، جمهور الذي كان وراء الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في زامبيا في نفس هذه الظروف بتمريره لرفيق صيفي. واعتقد بان جبور هو الذي سيدخل بعد لحظات قليله من الان لان الاسلام يعاني كثيرا من التدخلات الخشنه. كما قلت اقلقهم عذبهم وارهقهم فلم يجدوا حلا سوى معاقبته بهذه التدخلات الخشنه. هل سيكون غلاس نبيل؟ هل أو فعلا هو غلاس الذي سيدخل بعد لحظات قليلة؟ غلاس نبيل من دون شك في مكان إسلام سليمان. الكرة بنينية، تدخل الدفاع عن طريق مجاني، إخراج الكرة تبقى دوما لصالح منتخب البنين. الضغط لا يجب ان يسدد ارضيه ممتاز. برافو رئيس واد البلحي في المكان المناسب، تخلى المباراه بشكل جيد منذ البدايه حتى الهدف لا يتحمل مسؤوليته لانه لاعب جاسودي كان قريبا منه. اذا كما توقعنا اسلام سليمان يخرج بسبب التدخلات الخشنه. الوزيتش يريد ان يحتفظ به لمباراه رواندا واول مشاركه لنبيل غلاس في ادغال افريقيا. واعاده للكيفيه الجميله التي سجل بها الهدف الاول، التمريره كانت من سفير طايدار ناحيه اسلام السليماني. بالفخذ سجل بكيفيه ممتازه ثم بعد